حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثنا أبي أن عبيد الله بن عدي حدثه أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جدين فقالا إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عبيد الله قال حدثني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال فصعد فيهما فذكر الحديث